شكل الجيتار الكلاسيكي لديه أكثر من مجرد آلة موسيقية، فهو بالنسبة له حياته ومشروعه الفني يلي ما بيتوقف عند حدود معينة، منطلقا من إيمانه بأنه رح يحصل معه للعالمية ورح يوصل، وهذا ما دفعه للتعليم الأطفال أيضا ونشر الثقافة الموسيقية بيناتهم. يعتبر نفسه موسيقيا أولا وأخيرا، بفضل هالتسمية على سواها، رغم أنه قدم أعمال غنائية للأطفال ومؤلفات شرقية آلية على الجيتار بأسلوب خاص، استطاع من خلاله إيجاد قدرات موسيقية جديدة لآلته، مازج فيها بين الروح الغربية للآلة وشرقية اللحن. لنتعرف اليوم أكثر على تفاصيل علاقته بآلة الجيتار وبعض محطات من مشواره الموسيقي. خلونا نرحب بضيفنا المبدع عازف الجيتار الموسيقي طارق صالحي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخيرات. أهلا وسهلا. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يعني بس نقول طارق صالحي، يعني عم نقول ابداع جيتاري. هذا من ذوقك. شكرا. وعن جد يعني اسمك يمكن بعالم الجيتار هو بالمراتب الاولى. خلينا نحكي عن هي العلاقه الكثير حلوه، خلينا نحكي عن يمكن واحد انه كل حدا عنده موهبه جواته، يمكن اذا ما حبها وعشقها للاله ما رح يتاقلم كثير هو وياها، صح؟ تمام. اول شيء بشكركم انا واعطيتوني اكثر ما بستاهل. لا انا ببساطه مثل ما قلتي حضرتك انا موسيقي، هذا شرف كثير كبير. الجيتار من انا وطفل عمري شيء 6 سنين، والدي جاب لي جيتار من ضمن يعني عم جاب لي العاب جاب لي جيتار. فبلشت القصه هون. ويعني فعلا صرت اقضي اغلب وقتي وانا ماسك هي الاله، كنت عم اكتشفها بدون معلم يعني حتى كنت عم بجرب اعزف حتى بعواد الكبريت، ما كنت بعرف انه في ريشه او انه اصابعه الواحد او هيك. بلشت تتآمر الدنيا كلها لحتى تساويني عازف جيتار. حلو. يعني جيراني بيعزفوا جيتار، جاري مثلا كان بيعزف جيتار، خطيب اختي قبل ما يتزوجوا هو وخطيب اختي كان بيعزف جيتار. وين ما اروح لاقي في جيتار، في حدا اساله مثلا يعطيني معلومه صغيره يقول لي لا هيك غلط هيك كذا، مثلا في شيء اسمه ريشه مو عواد كبريت مثلا. فبلشت القصه هيك وعشقتها، ولقيت طريقه بالحقيقه بتخليني اعبر عن كل شيء بحسه اكثر بلاغه من الحكي يعني. بالنسبه لهي، بالنسبه للاطفال مثل ما قلتوا، انا يعني هلا الشيء اللي بحبه يمكن مثل عزفه اكثر هو تدريس الاطفال. ففي يعني عم درسهم كثير صغار، عم درس مجموعات وعم درس افراد، عم درسهم جيتار، عم حس بقديش عم يخلي حياتهم اجمل هذا الشيء. وهن بيحبوا يمكن كمان الاولاد يمكن الاله المفضله عندهم هي الجيتار، لانه بتجمع بين الغربي والشرقي طبعا لتطور يمكن الزمن، كمان اللي بيسمع ميوزك يمكن غربيه وشرقيه اكثر. كمان هي يمكن اكثر اله شعبيه بالعالم، مشان هيك معروفه كثير. يعني اذا بتشوفي كل شيء فيديوهات بتلاقي بيمسكوا آلة جيتار هن عم يغنوا هن عم يعزفوا، هي يمكن الآلة أكثر شعبية بالعالم. نعم، كان أكيد لك مشاركة بحفلات كثيرة وكان لك مؤلفات كثيرة، ولكن يعني أقرب حفلة كانت بمهرجان العزف المنفرد الثالث بدار الأساس الثقافي والفنون، كان لك مشاركة، ويمكن خلينا نروح نتابع ونرجع بنحكي. تمام. أوكي يلا خلينا نشوف. Thank you.
يعني عم نحكي تحت الهواء، ما وقفنا حكي نحن مع طارق. عم نتعرف شوي على آلات الجيتار وعم نسمع الألحان، هذا المزج بين الألحان الغربية وأيضا الألحان الشرقية. تحكي لنا عن هالمشروع اللي يمكن هو جديد وقديم، ولكن كل موسيقي عم يعمل له بصمة خاصة في حسب الآلة اللي عم يعزفها. تمام. هلا مثل ما قلتي حضرتك، هو الجيتار آلة غربية، هي كنا عم نحكي تحت الهواء مثل ما قلتي، هي خلينا نقول اولاد عم، هي والعود والبزق وهالالات كلهم بيشبهوا بعض بشكل او باخر، وبيشبهوا اللوت قديما يعني ايام الباروك ايام باخ. الجيتار ما فيه شرقي المفروض، لانه اصغر مسافه فيه هي نصف بعد. نعم. مثل البيانو الشرقي فيه ربع بعد، او نسميه كومايات نحن، هي اجزاء. فانا كومايات بالشامي. فانا بحب الشرقي، نحن شرقيين، نحن اولاد هالمنطقه وهالبلد. فانا من انا وصغير بسمع ام كلثوم، بسمع عمر خورشيد مثلا على الجيتار، هذا اشهر اسم لسه لهلا يعني. وبحاول اقلد وكذا، فبعدين في مقاطع كنت احسها ما تزبط، اللي هي في ربع تون. استاذي اسمه ماهر رحال، هو صاحب الفضل الاكبر علي، استاذ سوري وعظيم، الله يعطيه طول العمر، صار كبير شوي بالعمر هلا، بس بضله احلى عازف جيتار بنظري. وجه له تحيه. ايه، هو اللي علمني كيف اعزف شرقي على الجيتار. بعدين انا لقيت انه الطريقه اللي علمني اياها ما بتكفي للي انا بدي اياه، بدي لاقي شيء طوره اكثر. فلقيت طريقه باني مط الوتر، هي الوتر مثلا، هي طريقة المط، صرت طلع فيها الربع بعد. اوكي. هي الطريقة أنا اخترعتها بالحقيقة. هلا عم تعلمها لطلابك أكيد. اللي بيحب الشرقي، هلا أنا بدرس كلاسيك، لأن الكلاسيك هو الموسيقى الأكاديمية اللي فيها من الألف إلى الياء. فأنا درس كلاسيكال جيتار، وأنا درست كلاسيكال جيتار. هلا اللي بيحب الشرقي مثل مثلا طالبي جورج مالك، هلا صار من أهم عازفين جيتار، يمكن يصير عالم. تحية لجورج. بالضبط. جورج كمان قدر يعمل مثلي، وقدر يلاقي أسلوبه الخاص. يعني هذا اللي بحبه فيه، انه له كاركتر وله شخصيته، تاثر فيني شوي بس كمان له شخصيته بالعزف، صار يعمل هيك. وقام هدول الحبسات نحن بنسميهم، صار جيتار بسموه فريتليس بدون حبسات، كمان لقى طريقه ثانيه جورج. نعم. طارق، شو رايك نروح ونسمع معك العشق؟ العشق هي المقطوعه الموسيقيه يلي حضرتك مؤلفها. تماما. خلينا نسمعها، هي رح تعزف للمرة الثانية صح؟ تماما، عزفتها باللادقية، أنا وصديقي وسام الشاعر، كنا عندنا أمسية باللادقية من أجمل الأمسيات، وكان جمهور يعني رائع. وهلأ الأمسية الثانية كان بالمهرجان عزف المنفرد. المنفرد نعم. رح سمعكم جزء منها لأن هي كتير طويلة. أوكي. Thank you.
يعني شكرا. زي ما الانامل اخذنا العالم ليا عن جد عالم عشق عن جد. هذا من ذوقك شكرا. يعني قد ايه اليوم مهم الموسيقي السوري؟ انت يمكن من الموسيقيين اللي ضليت ببلدك، ما غادرت مثل كثير ناس غادرت يمكن، وغادرت مع الموهبه اللي تعلمتها هون بسوريا. قد ايه في دور ايجابي لما عم تعلم هالولاد، عم تعلم هالاطفال بصمتك الخاصه وتجربتك الخاصه على اله الجيتار؟ قد ايه بتحكي لنا عن هذا الدور؟ قد ايه مهم الموسيقي فعلا يعلم الشيء اللي تعلمه واختبره بالحياه للجيل الصغير؟ اهم شيء بحياتي يمكن، حتى يمكن اهم من اني دوري كعازف، هو اني انا بدرس موسيقى وللاطفال تحديدا. لاني انا بالحقيقه بدك تستغربي، انا ما حبيت مهنه الموسيقى، انا حبيت الموسيقى بس المهنه كمهنه انه انا اعيش منها ما حبيتها. فبلحظه من لحظات كنت يأسان انه انا ما بنفع اعمل شيء ثاني يعني، وانه بنفس الوقت ما حبيت المهنه. قام بالحقيقه حظي حلو انه رب العالمين فتح لي مجال بدون ما انا احس، شوي شوي تدريجيا اني ادرس موسيقى. مع الوقت بلش بدرس واحد لطالب، بعدين صار معهد، بعدين صار معاهد، بعدين مدارس، بعدين صرت ضمن فريق اسمه أوتار، نحن مجموعة شباب وصبايا منروح منعلم الأطفال الفقرة، أطفال اللي عندهم مشاكل صحية، منروح مو لحالي، نحن فريق كامل اسمه أوتار. فبالحقيقة بوجه لهم تحية أكيد لكل جروب أوتار والأستاذ أمير أيضا. شكرا لك. بالضبط. وبالحقيقة أنت يعني أنا هذا بيدعمك إنسانيا وبيدعمك معنويا وبيحسسك أنه أنت إلك قيمة وقت عم تروحي تعلمي بمراكز الإيواء. تماما تماما، وعم تفرجيهم الجانب الأجمل بالحياة، خاصة الموسيقى غذاء للروح، يعني بتهذب الروح كمان. بالضبط. والأطفال يعني أطفال بسوريا، نحن بهالسبع سنين الأزمة اللي كلياتنا عشنا فيها، نحن الكبار ما عم نستوعب كمية البشاعة اللي صارت وكمية المؤامرة الكبيرة اللي صارت على بلدنا والظلم الكبير اللي تعرضت له سوريا، بس الحمد لله سوريا أقوى من كل هذا الحكي. الأطفال بقى تخيلي، نحن اللي ما عم نستوعبنا أطفال هالسبع سنين اللي شافوه شيء بشع كثير. فنحن عم نحاول عن طريق الفن عموما والموسيقى خصوصا نخلي الحياة أجمل. أنا بمراكز الإيواء بضحكهم وبلعبهم بهرجلهم، ما عندي مانع أبدا، المهم ينبسطوا ويتعلموا ويشوفوا الجانب الأجمل بالحياة. مشان ودائما نحن الفكرة أنه نقول لهم بكرة أحلى، سوريا مستقبل أفضل، للأفضل ماشيين. لا تفكروا كلياتنا بيمر علينا حياة أصعب، أنا وأنتوا، بس بكرة أحلى. نعم أكيد إن شاء الله يا رب. استاذ طارق خلينا نسمع كمان شي معلم. حاضر. في رقصة ستي يمكن عم بيقولوا لنا انه رقصة ستي تميزت فيها كمان على الجيتار. هلا لانه هي لعمر نقشبندي. ايه هي يعني للعود دمشقية يعني. تمام. ومقام بسموه صبا. نعم. تمام. هلا بينبسطوا اللي بيحبوا المسلسلات اللي بيقشامي. رح اعزف لكم جزء منها رغم هو المفروض ما بتطلع الجيتار. بس لحظي. شكرا كثير استاذ طارق. بختام لقائنا يمكن يعني حنحكي بظروف، وبرغم الظروف نحن ما توقفنا عن العطاء وما توقفنا عن المواهب انه هي تتقدم لغيرنا. شو بتقول اول شيء لطلابك يلي يمكن او شو هي الخطوط، لا شو هي الخطوط يلي بتنصحهم هلا او قد ايه فخور فيهم، او شو هي اول شغله انت بتعلمها اياهم لطلابك؟ المحبة. أوكي. المحبة، بس يكون في محبة في كل شيء. طب إذا حدا ما بيحب الجيتار وأهله جابرينه يدرس ما بيزبط، بياخد شوي دروس بعدين ممكن ضلنا أصحاب أنا وياه، لأني أنا ما بحاول استوعب كل شخصية طفل، أنا بنزل لعنده ما بطلب منه يطلع عندي.
بس اللي مجبور بعد فترة إجباري يعني ما بيقدر يكمل. الموضوع بيصير جد. الموسيقى لهلأ للأسف في كتير ناس بمجتمعنا فكروها أنه يعني هي مجرد هواية أو شغلة أقل أهمية من الدراسة. لا لا، هي دراسة والاختصاصات مثل الطب. صحيح. يعني المايسترو غير الكمبوزر المؤلف، غير المحاضر، غير العازف السوليست، يعني كتير في اختصاصات بالموسيقى. فنحن لازم نتثقف أكثر موسيقيا بشكل عام لنعرف قيمة هذا الشيء بالمدارس وبكل شيء بحياتنا بالبيت بكل شيء. فالطفل اللي بيجبروه أهله أول فترة يعني ممكن يتحمل ياخذ كم درس، بعدين إجباري ما رح يكمل. بس هي ضرورية حتى أنا برأيي لكل الأطفال، حتى مو مطلوب من كل طفل يصير موسيقي أو يصير موسيقي مهم، بس لازم يكون في حياته على الأقل محو أمية ثقافية يعني موسيقية، يكون بيعرف شوية سولفيج، يعرف شو يسمع، يعرف يفرق بين الموسيقى الحقيقية وبين بس الضجيج اللي كثير هلا عم نفرض علينا طول الوقت. دائما وابدا ليا بنقول الموسيقى هي غذاء الروح، ودائما مثل ما قلت يعني لتحسين الذائقه الفنيه حتى ما يصير في هبوط بالثقافه الفنيه او الموسيقيه خلينا نقول. صحيح. شكرا لوجودك معنا. شكرا. واكيد موفق بكل شيء بتعمله، وان شاء الله هيك نشوف معزوفات خاصه ومنفرد ان شاء الله. وانا تشرفت كون معكم، بيشرفني دائما كون معكم. لو ميت سهله اكيد، والله يقويك، واكيد طلابك اللي كثير بحبوك رح يبدعوا ويكونوا يمكن ماشيين على مني يا رب. ان شاء الله. شكرا كثير لك استاذ طارق صالحيه، وشكرا لها العزف الرائع. شكرا كثير. شكرا لك.